عمرو زكي. عمرو بقى من ولاده كان عمرو، لان هو اللي مطلع منتخب الشباب، عمرو وحسني عبد ربه وعماد واحمد متعب فتحي واحمد وعماد فتحي. متعب. فدول لما يعمل، لما يعوز بس ايه يعمل حاجه في الفريق او في المجموعه يجي على واحد منهم. عمرو زكي كان بيحب يحط جل على شعره. احنا كنا بنلعب ماتش، فكل الشوط الاول كل ما نعمل كروس وتيجي على دماغ عمرو تتزحلق. تتزعل. فبقى ده دخل بين الشوطين قال له يا عم عمرو، يا عم عمرو شيل ام البتاع الام الجلد ده خلي الكوره تخش، ودخل بين الشوطين وراح ماسك دماغ عمرو وراح حاططها تحت البتاع وراح مخليه شايل له